الجيش الروسي بدأ بعمليات كبيرة للغاية تستهدف المطارات وتحديدا المطارات الموجودة في غرب أوكرانيا ودمر على الأقل مطارين هذا اليوم. وإذا ما ذهبنا إلى تفاصيل هذه المناطق هنا كما تلاحظون هذه هي خارطة أوكرانيا أمامكم وهذه هي كييف وهاتين هي المدينتين التي تم فيها تدمير هذه المطارات وهذه طبعا المدينة الأولى ألا وهي مدينة مهمة جدا موجودة بهذا الاتجاه وكذلك هذه مدينة أخرى اسمها فينيستا. دعونا نتوجه إلى هذه المدينة التي تعتبر من المدن المهمة والتي يتواجد فيها حقيقة قاعدة عسكرية تابعة إلى الجيش الأوكراني. هذه هي المدينة التي ترونها وهذا هو المطار بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من هذا المطار وهذا هو المطار طبعا الذي تم تدميره بالكامل. وإذا ما ذهبنا إلى مقطع الفيديو الخاص بهذا المطار من الساعات الأولى من صباح هذا اليوم تم تدميره بهذا الشكل بهذه الضربات وتم إخراجه تماما عن الخدمة. وهذا طبعا عندما تم تدميره بهذا الشكل لم يتمكن أحد من التصدي لهذه الصواريخ. الصواريخ كانت دقيقة من قبل الجيش الروسي ويجب أن ننتبه أن هذه المناطق التي نتحدث عنها تحديدا هي مسيطر عليها من قبل الجيش الأوكراني. ليس هنالك تواجد للجيش الروسي بأي شكل من الأشكال. أما إذا ما توجهنا من هذه المنطقة وتوجهنا إلى المنطقة الثانية ألا وهي منطقة فينيستا أو مدينة فينيستا ودعونا نقترب من هذه المدينة مدينة فينيستا سنلاحظ هذه هي المدينة هذا هو المطار الذي ضرب. وإذا ما اقتربنا من هذا المطار هو يبدو بهذا الشكل بالنسبة لهذا المطار وطبعا اليوم أيضا ضرب ودمر بشكل كامل وظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يتحدث عن عملية الضربة التي تعرض لها هذا المطار. هذه كانت اللقطات الأولى لعملية الضربة التي أخرجت هذا المطار تقريبا أو تماما بشكل كلي عن الخدمة. ضرب بثمانية صواريخ بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي وهنالك سبب مهم جدا بالنسبة لروسيا لماذا قامت بهذه العملية ولماذا قامت بهذه الضربات. والسبب مهم جدا هو ما يسعى له الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يسعى للحصول على طائرات مقاتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو والدول الأوروبية بشكل عام. هو يوم أمس كان في اجتماع مع الكونغرس الأمريكي وتحديدا مع مجلس الشيوخ الأمريكي وتحدث عن العديد من الأمور وطلب منهم أربعة أمور مهمة جدا. أولى هذه الأمور هي إيقاف الواردات النفطية الروسية وثاني هذه الأمور زيادة عمليات التسليح إلى أوكرانيا لكي تستطيع من مقاومة التدخل العسكري القوي من قبل الجيش الروسي بالإضافة إلى ذلك إيقاف خدمات الفيزا والماستر كارد عن روسيا بشكل كامل. أما في القضية الثالثة فهي فرض حظر جوي تام وكامل على أوكرانيا أي بما معنى يمنعون الطائرات الروسية من الوصول أو التقدم أو الطيران فوق الأجواء الأوكرانية. بالنسبة لهذه الطلبات وما تحصل عليه مباشرة هو نجح في الحصول على عملية تعليق جميع عمليات الفيزا والماستر كارد في روسيا. توقفت تماما كل البطاقات الموجودة في روسيا التي تحمل طبعا العمليات أو الخاصية المتعلقة بالفيزا وبالماستر كارد. أما بالنسبة لعمليات طلبه في أسلحة أكثر أو دعم أكثر من ناحية التسليح هذا أيضا يبدو أنه قيد الدراسة ويبدو بأنه تحصل على إجابات جيدة جدا. ولكن في قضية إيقاف الواردات النفطية الروسية فهذه فيها مشكلة وعليها علامة استفهام لأن أوروبا لديها مشكلة. هي قلقة جدا من هذه القضية لأنها ممكن هي تتضرر إذا ما تحركت بهذا الاتجاه. هنالك تحذيرات روسية تجاه هذا الموضوع تحديدا. أما بالنسبة إلى حظر أو الحظر الجوي الذي طلبه زيلينسكي فرفضه البيت الأبيض وكذلك رفضه حلف الناتو. على هذا الأساس زيلينسكي قال لا مشكلة سلمونا وأعطونا طائرات حربية لكي نقوم نحن بأنفسنا بعملية الحظر الجوي في أوكرانيا ونتصدى لهذه الطائرات الروسية. وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية تقديم طائرات F-16 الأمريكية إلى بولندا وتقوم بولندا باستبدال هذه الطائرات إلى طائرات روسية من نوعية السوخوي على سبيل المثال إلى أوكرانيا لأن الطيارين الأوكرانيين متدربين تماما ويعرفون قيادة طائرات أو الطائرات الروسية
الروسية بشكل عام، وهم ليس لديهم الخبرة الكافية في قيادة طائرات الـ F-16. هذا هو الطلب ببساطة بالنسبة لزيلنسكي، ولكن هذا الطلب أيضا هو يواجه تردد كبير وتصريحات مترددة من أوروبا وتصريحات نوعا ما واثقة من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تسليم هذه الطائرات إلى أوكرانيا، ولكن ليس هنالك تردد أبدا من الجيش الروسي، والجيش الروسي قام بالهجمات التي قام بها على هاتين المدينتين وقام بإخراج هذه المطارات عن الخدمة تماما. لماذا؟ لأن كل التسليم يأتي من بولندا، تسليم هذه الطائرات، تسليم الأسلحة جميعها هي تأتي من بولندا بشكل مباشر، لذلك بالنسبة لروسيا هي لن تسمح لهذه الطائرات أن تأتي وأن تهبط في هذه المطارات وبعدها تقوم بمهاجمة كييف على سبيل المثال، والتواجد الموجود للقوات الروسية هم موجودون على المستوى الشمالي وكذلك المستوى الغربي، وبالتالي تبدأ أن تقوم بضربات فعالة جدا ضد القوات الروسية، أو مثلا تقوم بضربات بهذا الاتجاه على ميكولايف التي تجري فيها معركة الآن، أو حتى بهذا الاتجاه بهذه المدينة نورهدار، أو حتى في مساندة القوات والقتال الذي يجري هنا في إقليم دونباس. لذلك لن تسمح بذلك، وبسهولة القوات الروسية قامت بإغلاق هذا الملف تماما وضربت المطارات، وبالتالي لن تكون هنالك مقدرة لهذه الطائرات لأن تتواجد على المطارات بأي شكل من الأشكال. الآن بالنسبة وبحديثنا عن هذه الأمور وما يجري بهذا الطريق، هنالك تطورات كبيرة جدا. هذا التطور الذي جاء اليوم هو جاء بعد 48 ساعة فقط من تطورات جاءت في نورهدار هنا في هذه المنطقة وكذلك في ميكولايف. دعونا نذهب إلى نورهدار في معركة كبيرة جدا وخطيرة جرت قبل 48 ساعة في هذه المنطقة. هذه هي نورهدار التي ترونها. القوات الروسية في حقيقة الأمر هي سيطرت على هذه المدينة منذ ما يقارب الأربعة أيام، تمكنت من السيطرة تقريبا على جميع هذه المنطقة، ولكن هنالك محطة نووية، هذه هي المحطة التي ترونها أمامكم تقريبا تأتي بهذا الاتجاه. هذه المحطة كما هو ملاحظ هي مكونة من 6 مفاعلات نووية، هذه أكبر محطة نووية في أوروبا بأكملها، وهي لديها المقدرة الكاملة على توفير وتأمين 50% من الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا. وهذا المفاعل جرت بجنبه معركة خطيرة للغاية، ولو كان هنالك أي خلل بأي شكل من الأشكال لتسبب الانفجار الذي ممكن أن يتم في هذه المحطة. محطة زابوروجيا كان من الممكن أن يكون أكبر بأضعاف الأضعاف مقارنة بما جرى في مفاعل تشيرنوبل في عام 1986. وبالتالي القوات الروسية واضح بأنها أخذت احتياطاتها، درست الموضوع جيدا قبل القيام بأي هجوم لأن من الممكن أن يكون هنالك خطرا، وبدأت بضربات جوية مباشرة، وبدأت أيضا بعملية اقتحام بعد هذه الضربات الجوية، وكان هنالك حريقا كبيرا قريب من هذا المفاعل كان عليه لغط كبير جدا. وإذا ما ألقينا نظرة على ما جرى في هذا تحديدا في هذه المحطة، جاءت اللقطات الأولى بهذا الشكل من هذه الضربات كما تلاحظون هنا، حريق بهذا الاتجاه، هنا عجلات تابعة إلى القوات الروسية هي تواجدت بعد الضربة الجوية. لكن دعونا ننتبه إلى قضايا مهمة جدا، هذا المبنى العالي بهذا الاتجاه هنالك حريق بجنبه واضح، وكذلك هذه الساحة أو المساحة الموجودة، وهنا المدرعات التي تقوم بهذه الضربات بهذا الاتجاه. دعونا الآن نذهب لكي نعرف أين هذه المنطقة. كانت هنالك صورا لهذا المبنى الذي احترق طبعا بهذا الشكل، الصور طبعا وضحت الكثير من التفاصيل. هذا هو المبنى الذي احترق كما تلاحظون بهذا الشكل، وهنالك مبنى بجنبه يبدو متلاصقا مع مبنى هنا أعلى منه بهذا الاتجاه، وهنا أيضا مبنى يبدو بأنه ملاصقا أو متقدما على المبنى الذي تم استهدافه بهذا الشكل، وهو طبعا المبنى المستهدف هو متكون من 5 طوابق وهو منشأة لتدريب القوات الأوكرانية، والواضح بأن كانت هنالك قوات أوكرانية بهذا الاتجاه. وهذه هي المساحة التي على ما يبدو بأن كان هنالك التواجد بالنسبة للقوات الروسية خاصة، وأن هنالك فرق إطفاء واضحة تقوم بعملها بشكل هائل للغاية. الآن دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية لكي نعرف أين كانت هذه النقطة، وهل كانت هي فعلا خطيرة على هذه المحطة إلا وهي محطة زابوروجيا. دعونا نقترب من هذه المنطقة بهذا الاتجاه، دعونا نقترب أكثر من هذه البنايات، دعونا نقلب الصورة قليلا لنقارنها. سنلاحظ بأننا أمام
هذا المبنى وهذا مبنى أيضا يبدو أنه أقصر من المبنى الذي أعلى منه، نفس العلامة بالتأكيد. وكذلك هذا هو المبنى المتقدم الذي ترونه من المبنى الذي تم استهدافه، وهذه هي الساحة التي قامت القوات الروسية بمهاجمة هذا المبنى من خلاله والذي هو احترق. هذا المبنى هو لا علاقة له بالمحطة النووية بأي شكل من الأشكال، ولكن كان قريبا للغاية من المحطة النووية، صدق أو لا تصدق. هنا إذا ما تحدثنا هذه هي المنطقة التي استهدفت، وهذا هو المبنى، وهذا المبنى حقيقة لا يبعد من حقيقة الماء الخفيف الذي يستخدم في هذه المحطة إلا عبارة عن 400 متر فقط، أقل من نصف كيلو متر عن المفاعلات النووية. لاحظ المخاطرة الكبيرة جدا والعملية الدقيقة التي قاموا بها أو قامت بها القوات الروسية، التي كان من الممكن أن تتسبب في كارثة، وكان الوضع ممكن أن يكون مختلفا. ولكن في نهاية المطاف القوات الروسية سيطرت تماما على هذه المحطة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا سيطرت عليها. وبالتالي وعلى هذا الأساس إذا ما توجهنا إلى هذه الخارطة التوضيحية التي ترونها هنا، طبعا هذه الحدود بين شبه جزيرة القرم، وهذه هي الأراضي الأوكرانية. طبعا هنا خاركيف بهذا الاتجاه، هذه هي الحدود لإقليم دونباس، وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك، وهنا طبعا ماريوبول، وهنا فولونوفخا بهذا الاتجاه، هنالك معركة تجري فيها أيضا، وهذه هي مدينة زاباروجيا بهذا الاتجاه. بالنسبة للقوات الروسية لكي ننتبه، هي سيطرت على إنرهودار، خلاص أخذتها بالكامل، أخذت تقريبا نهر الدنيبر بهذا الاتجاه بالكامل، لديها سيطرة على ميليتابول، هنا تقريبا متقدمة على مستوى محاصرة هذه المنطقة، تقدمت بشكل كبير إلى ماريوبول بهذا الاتجاه، وهي تقريبا سيطرت على بحر آزوف وبدأت بعملية الاقتحام اليوم إلى ماريوبول بهذا الاتجاه، وهنالك حرب شوارع بعد إخلاء المدنيين من ماريوبول وفولونوفخا بهذا الاتجاه. وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية، ما هو واضح من العمليات التي بدأوا يقومون بها، هم يريدون السيطرة على ماريوبول، السيطرة على فولونوفخا، بعد السيطرة على إنرهودار بالكامل وهذه المحطة النووية، وبعد ذلك يكونون هم قد حققوا تقدما جيدا في إقليم دانييتسك، أمنوا تقريبا، يحاولون التأمين هذه الحدود كما اعترفت بها روسيا واعتبرتها جمهورية، وتأمين طبعا بحر آزوف كما تحدثنا، والانتقال من إنرهودار إلى زاباروجيا بهذا الاتجاه، إلى هذه المدينة للسيطرة عليها، لتبقى فقط بالنسبة إليهم هذه المدينة ألا وهي مدينة دنيبرو. وبالتالي سيطروا على كل المناطق الشرقية في نهر الدنيبر، وعلى هذا الأساس تبقى مسألة خاركيف كيف يسيطرون عليها، من أجل جعل عملية ربط واضحة جدا بالنسبة للقوات الروسية، ويكونوا سيطروا على هذه المنطقة بالكامل. وطبعا تبقى كييف التي تأتي بهذا الاتجاه، هي بعيدة عن هذه المواجهات وبعيدة عن هذا المحور، ولكنها ليست بعيدة من معركة مهمة جدا أيضا تجري على المستوى الجنوبي من كييف. إذا ما توجهنا إلى هذه النقطة المهمة جدا وهذه الخارطة المهمة جدا، هنالك معركة هائلة جدا تجري في ميكولايف هنا، وهنالك صراع هائل بين الجيشين. طبعا دعونا نقترب من هذه الخارطة، سنلاحظ بأننا أمام هذه المدينة ألا وهي مدينة ميكولايف بهذا الاتجاه. طبعا سنلاحظ بأننا إذا ما أخذنا هذه الخريطة بهذا الاتجاه، سنلاحظ بأن كانت الأمور هي تبدو بهذا الشكل، القوات الأوكرانية كانت مسيطرة، ليس هنالك مشكلة، ولكن القوات الروسية بعد سيطرتها على خيرسون هي تقدمت بهذا الاتجاه ووصلت بقوة هائلة جدا، بل إنها بدأت تتقدم بهذه المنطقة لقطع الطرق تماما على ميكولايف، وهذا ما نجحت بالقيام به. وكذلك هي قامت بإنزال في مطار ميكولايف ونجحت في هذا المطار، ونجحت وسيطرت عليه فعلا، وقامت بالدخول وبدأت بحرب شوارع مع القوات الأوكرانية، ولكن القوات الأوكرانية كانت جاهزة وكانت حاضرة لإيقاف هذا التقدم، بل إنها تقدمت وسيطرت على المطار مرة ثانية، ودفعت القوات الروسية إلى خارج نطاق هذه المدينة وعادت للسيطرة من جديد. ولكن القوات الروسية لا زالت هي تحاصر هذه المدينة، بل إنها كانت لديها تحرك مثير للغاية، هي تحركت باتجاهين، بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. دعونا نأخذ الصورة الأكبر لطبيعة التوجهات والتحركات التي ذهبت بها القوات طبعا الروسية. إذا ما توجهنا وأخذنا هذا اللون المختلف، هذه هي طبعا ميكولايف التي نتحدث عنها، هم تقدموا بهذا الاتجاه إلى باشتانكا، مدينة اسمها باشتانكا بهذا الاتجاه، قاموا بعملية محاصرتها، لم يسيطروا عليها حتى هذه اللحظة. وكذلك كان هنالك إنزالا على هذه المدينة هنا بهذا الاتجاه تقريبا، يطلق عليها فوزنسنسك،
فوز نسنسك هذه المدينة فعلا قاموا بإنزال ناجح جدا بأربعة طائرات مروحية ونجحوا في عملية هذا الإنزال، وهنالك كذلك مفاعل نووي آخر. نتحدث عن أربعة محطات نووية هي موجودة في الداخل الأوكراني، من أربعة إلى خمسة محطات في حقيقة الأمر، خمسة محطات هو الصحيح في هذا الموضوع. وبالتالي بالنسبة إلى عملية الإنزال التي قاموا بها توضح بأن القوات الروسية لا تبحث فقط عن قطع الطريق على هذه المنطقة ألا وهي أوديسا، لأنهم يبحثون عن التقدم إلى ميكولايف، السيطرة على ميكولايف، محاصرة أوديسا بهذا الاتجاه، من هذا الاتجاه من شبه جزيرة القرم كذلك للسيطرة عليها لتأمين شمال البحر الأسود، بل إنهم يريدون قطع أي إمدادات ممكن أن تأتي بهذا الاتجاه، وكذلك هي تقطع الإمدادات على جنوب العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتالي تكون هي قد حاصرت، دمرت المطارات بهذا الاتجاه، تقدمت من هذا الاتجاه، جاءت من الشمال، وها هي تأتي من الغرب، وبالتالي الخطة محكمة بالنسبة إلى الجيش الروسي كما نتحدث الآن. وبالتالي هذه هي التطورات التي جرت حتى هذه اللحظة بكل تأكيد، وهنالك الكثير من التطورات على مستوى العقوبات أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية، وسأناقش هذه التفاصيل بكل تأكيد.